ما أسباب كثرة النوم؟ بداية أعزائي، هناك أسباب عديدة قدمها التقرير المنشور عن كثرة النوم، ومنها زيادة في الهرمونات التي يقوم بإفرازها المخ والتي تساعد على الرغبة في النوم، والذي يكون خللا في هذه الهرمونات. وأيضا الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المهدئة أو مضادات الاكتئاب، وخاصة أدوية القلق النفسي. وأيضا تتسبب كما نعلم بأن هذه الأدوية في زيادة عدد ساعات النوم. أيضا إذا تعرضت لأي إصابة بالغدة الدرقية، أو مثلا تعرضت إلى كسل أو فرط نشاط في هذه الغدة واضطراباتها، فهي مسؤولة عن العديد من الأنشطة والوظائف التي يقوم بها جسم الإنسان.